عشان احمد ما يزعلش مني، ناوي تعمل ايه بكره؟ هعمل صينيه بطاطس في الفرن. ادينا لكم ثلاث اختيارات، ده كان الاختيار الاول. الاختيار الثاني هحتفل بيه انا وحبيبي. الاختيار الثالث هعمل من بنها. تعالوا نشوف اجابات حضراتكم. انا هحتفل بيه انا وحبيبتي. هعمل من بنها طبعا. ناوي ان شاء الله ان انا اقعد في البيت واعمل من بنها وما ليش انا في الاحتفالات دي خالص. هعمل صينيه بطاطس في الفرن. هعمل من بنها اكيد يعني. هعمل من بنها اكيد. هعمل من بنها يعني. لا هعمل من بنها. لا انا هخرج مع صحابي نسف الناس اللي بيحبوا بعض. هعمل صينيه بطاطس في الفرن. غالبا هبقى من بنها. اكيد هعمل من بنها يعني. هعمل صينيه بطاطس في الفرن. عيد حب ايه يا